المشاهدون الأكارم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. عودة إلى الميدان الشرقي بعد قيبة وإجازة امتدت لبضعة أسابيع. لا شيء يشغل الخرطوم هذه الأيام سوى الكهرباء. الكهرباء موضوع يشغل مجالس الخرطوم، نخصص له هذه الحلقة من الميدان الشرقي، حلقة خاصة واستثنائية. نبتدي من على يساري، يجلس الأستاذ محمد وداعة، الكاتب الصحفي ونائب الأسبق بالبرلمان، وهو كادر ومحلل وله تجربة ثرة في المجال الاقتصادي. فيما يجلس على يميني الدكتور عثمان البدري، وكيل سابق لوزارة الطيران وأستاذ بجامعة الخرطوم معهد الدراسات والبحوث الإنمائية، ورئيس مجلس إدارة مستغل، ومستغل دي مهمة جدا، من شركة الأقطان. كل حلقة ستخصص للكهرباء، وننوه لأننا اتصلنا بوزارة الكهرباء واحتذر وزير الكهرباء عن المشاركة في هذه الحلقة أو التمثيل بأي مستوى من المستويات. دعني يعني أسمح لك دكتور عثمان بالترحيب وكلمة للمشاهدين في استهلالية الحلقة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن سعداء بأن نلتقي بالأخ الظافر والأستاذ محمد وداعة وبالمشاهدين والمواطنين الأكارم داخل وخارج السودان في موضوع هام حيوي حيوي، ويعتبر عصب من الأعصاب الهامة للتنمية. إذن دعني أعطي فرصة محمد وداعة وطوالي معه سؤال، فرصة الترحيب وأيضا يعني التعليق على اعتذار وزارة الكهرباء عن المشاركة وإبداء الرأي. شكرا. الميدان الشرقي، الميدان الشرقي طبعا ذو دلالة يعني، وطبعا الواحد أيضا أرحب بزميلي في البرنامج وبك. شكرا جزيلا، ويعني أحيي المشاهدين الذين يشاهدون الآن، لأنه في مشاهدين حيكون الكهرباء قاضعة ويعني اللي يشوفوها في الإعادة في الإعادة إن شاء الله. طبعا أنا برضو أضم صوتي لصوتك ونأسف لاعتذار أهل الكهرباء، لأنهم مهما نحن نتكلم هنا هم المعنيين وهم الأدرى بأشياء كثيرة جدا. هل من تفسير لهذا الاعتذار؟ يعني أنا حتى قبل دقائق من البرنامج كنت أتواصل مع إدارة الإعلام حتى للحصول على معلومات عن موقف الإمداد الكهربائي، وقد اعتذروا أيضا، اعتذروا الاعتذار الدبلوماسي ولكنه في النهاية اعتذار. كيف تفسر هذا الموقف؟ يعني أنا أعتقد أنه الاعتذار هو محاولة ل يعني تجاوز الحرج وتجاوز المواجهة، لأنه أنا سبق وطلبت أنه أي مهندس أو أي مسؤول أو أي وزير في الكهرباء أنا على استعداد لمناظرته بما لدي من حقائق ومعلومات ومستندات. ما زال الملف مفتوح يعني، حتى هم وننتظر استجابتهم. أنا كتبت عدة أعمدة عن هذا الموضوع، لم يكلفوا نفسهم مجرد الرد. سأعود إليك، لكن دكتور عثمان البدري أيضا يعني دار يعني تدي المشاهد لمحة إذا جاز التعبير عن واقع الكهرباء الآن. يعني أنا حاولت كما قلت التواصل معهم وأخذ معلومات ولكن لم تتوفر، حتى في الموقع الرسمي موقع فقير جدا وليس به محتويات ومعلومات جيدة. طيب نحن على أقل من منطلق يعني عملنا اللي بنعمل فيه اللي هو التدريس يعني البحث العلمي بالذات في إدارة التنمية والموضوعات المعاصرة، يعتبر الطاقة عموما هي محرك أساسي للتنمية، وحتى في الأهداف الثمانية الألفية السابقة والسبعتاشر للفترة الجديدة من الأمم المتحدة نشر الكهرباء مسألة هامة جدا، ويقاس تقدم الدول باستهلاك الأفراد للكهرباء ويعني استخدامات المختلفة عندنا. بالنسبة للقطاع في الاقتصاد عندنا بالذات الناتج المحلي الإجمالي، بنعتبر الثلاثة قطاعات كل واحد فيه عامل حاسم أو العامل الصفري. مثلا في الزراعة نحن نعتبر المياه والري هو العامل الصفري، بدونه ما في تكاد تكون ما في زراعة. في الخدمات رأس المال البشري، في الصناعة الطاقة هي العامل الصفري بدونه ما في، والذي لا يمكن عدمه لا يمكن من استخدام المعرفة واقتصاديات المعرفة لتطوير
الاقتصاد تطوير الحياة. دكتور داير الرغام يعني سيد النائب الأول في مؤتمر صحفي البارحة قال البلاد تحتاج إلى 5000 ميجاوات والمتوفر حاليا حوالي 3000 ميجاوات، حديث عن فجوة نحو 2000 ميجاوات. أنا داير الرغام يعني واقع طيب. واقعنا بتاع الكهرباء طيب. يعني فيما أعلم يعني فيما أعلم تقريبا نعم. أي نحن الموجود في الريكوردز العالمية الأول دولة هي الصين كذا تريليون فاتت الولايات المتحدة في توليد نعم. الطاقة صحيح. السودان ترتيبه رقم 118 في توليد الكهرباء ولكن يعني زي 181 دولة إذا جاءت تعديل لا 118 من 181 ده اللي بسموه الطاقات المركبة أو الانستولد كاباسيتيز يعني الفعلي أقل من ذلك يمكن تكون ترتيبه نمرة 171 هو ده المخطط يا دكتور اللي انت قلته ده المخطط اي لا ما للسودان لا يعني لا هو المخطط كان حسب ما اعلم اذا السودان انتج 5000 نعم يبقى 118 اذا السودان انتج المخطط يبقى 118 لكن ما 171 الان عندنا انتج عندنا 40% من المخطط لا عندنا هو نمره 171 في الفعل طيب الان كم يعني احنا دارين دكتور دارين معلومه طيب كم اديك كم ينتج السودان من كهرباء اديك تفصيلا نعم المخطط كان لحد 2011 أن تكون الطاقة المتاحة المولدة 5500 نعم على اعتبار أنه في محطات ستدخل مروي حتشتغل ب 1250 نعم وهي لا تعمل بهذا لعدة أسباب محطة أم دباكر هي ب 500 ميجاوات ودي يعني تتأرجح لأنها كانت بتعتمد على الخام الذي يأتي من فلج والآن طبعا فلج في دولة أخرى وفيها في مشاكل هي ممكن تشتغل من حقل الراوات إذا دخل الإنتاج بشكل كبير وهو ليس يعني دائر اجتهاد بسيط محطة الفولة هي 450 لكن لم تكتمل أنا يعني الطاقة المنتجة حاليا تقريبا كم الطاقة المنتجة هي بين 2500 إلى 3000 أستاذ محمد لكن شنو أنا أحب أولا الأرقام دي يعني نعم أنا شيء أعلق على كلام الدكتور اللي تفضل به وهو كلام وثائقي يعني موثق السودان لو أنتج المخطط اللي خططته الوزارة واللي أعلنته في مجلاته وكتبه وحتى في ميزانيتها وأعلنته قدام أمام المجلس الوطني وأجيز ورصدت له الموازنات وجلبت له القروض لو كانت الوزارة عفوا نفذت هذا لكان السودان 118 لكن الواقع الحال إنه السودان الآن في مؤخرة الدول يعني من 5000 أنتج كم أنا دار الرغام يعني دار الرغام لا 5000 ده نجيها أنا حاجيك لا لا الخمسة هي 4800 المخطط كان تقريبا يعني لكن أنا أقول لك إنه أهل الكهرباء والمسؤولين عن الكهرباء أنجزوا 40% من المخطط وبالتالي من 4000 يعني هم أنا أعتقد إنه هم أنا أعتقد إنه هم يعني فعلا 172 من المسألة دي مع تضيف شنو إنه نصيب الفرد من هذه الطاقة يعني شحيح لا يتناسب يعني يعني السودان فيه 10 مليون مواطن لا سمعوا بالكهرباء ولا شافوا أسلاكها ولا يعرفوا عنها أي شيء نحن بنتحدث عن يعني ثلث السكان ثلث السكان ويتحملوا أعباء ويتحملوا الصرف عليه ويتحملوا سداد غروبة سعودي لكن أنا المنتج الآن من الكهرباء كم؟ المنتج الآن من الكهرباء حسب علمي هو متأرجح طبعا لكن نعم. الأسبوع الفات كان 2000 شوية 2000 300 قبله نزل ل 1900 ايام القطوعات المبرمجه وغير المبرمجه انخفض التوليد في سد مروي لانخفاض البحيره لانه الاثيوبيين بدوا يملوا في الخزان من مارس الماضي وده شيء غريب جدا يعني انه انت كيف تسمح بانه يعني يحدث هذا الشيء يعني يعني الشيء يعني الاخر ما تلوم الاثيوبيين يعني انا لا الوم الاثيوبيين أنا ألوم وزرانا وحكومتنا اللي وافقوا إنه يملأ الخزان
النهضة في زمن قصير. يعني الخزان الآن قطاعات الكهرباء سببها حتستمر. لا أنا أقول سد النهضة الآن. الخزان الآن بدل ما كان مخطط إنه يملأ في سبع سنوات الآن في 5 سنوات. وبالتالي نحن سنعود بالتفصيل لسد. لا أنا جاي لحاجة مهمة جدا. المخطط ده اللي فيه دباكر والفولة، طبعا الفولة دي حتى الآن هي ما اتبنت، يعني بالرغم انه الوزير يتكلم قال هي ما اكتملت يعني قال حتخش الايام الجايه. بورسودان اللي سيد الوزير الكهرباء قال حتخش الايام الجايه، هي حتى الان على الورق. اول حاجه يعني ما موجوده. تتهم بالتضليل يعني؟ بالتضليل نعم، بالتضليل وعدم ذكر الحقائق ويعني الكلام المحصول للمواطنين. وحتى انا اخشى اني اقول ربما هم يضللون القيادات نفسها يعني. لانه كلام زي ده ما بيتدسر يعني. اي مسؤول يزور ما زال على الورق، اي مسؤول يمشي بورسودان ممكن يقول والله ودوني محطه بورسودان دي. ما في شيء، حكومه ولايه البحر الاحمر لم تحدد حته ارض عشان يبنوا فيها المحطه. حتى الان في جدل هل المحطه غازيه، هل هي فحم حجري، حتكون شنو. فتفاجئ بانه السيد الوزير يقول لك والله في الايام القادمه حتنضم. كويس. محطه دباكر يعني انا اعتقد انه كان في اشكاليه لانه هي بتشتغل بالخام الجاي من الحقل. الان تم اتفاق حسب معلوماتي وهسه بتولد 320. هل تعلم انه المحطه دي اللي اسا انقذت الموقف تقريبا يعني وحتنقذ في الشهور الجايه، الحكومه كانت دارت تبيع او تأجر لحكومه الجنوب بتوصيه من وزاره الكهرباء. ساعود اليك استاذ محمد زاعد. يعتقد انه هناك مشاريع انت بديت فيها لم تكتمل، منها الفولة ومنها بورسودان، حتى خزان ستين. نعم. انا دايرك برضو تدي لمحة، هل ما يقوله محمد يداع عن طيب. المشروعات طيب. مشروعات وهمية طيب. وفيها تضليل. طيب هو يعني محطة بورسودان هي محطة تعمل بالفحم الحجري المخطط، ودرستها 3 شركات. شركة انجليزية هي قامت بدراسة الجدوى والدراسة البيئية، وشركة ألمانية لانيير هي قامت بتصميم الماكينات، وتشاينا هاربر قامت بدراسة وتخطيط الميناء على أساس أنه هذه المحطة تعمل بالفحم الحجري. محطة بورسودان من جنوب أفريقيا. طبعا الفحم الحجري عندنا هنا في مصادر الطاقة هو أرخص أنواع الوقود، ولما يكون في الميناء بيكون برضو أرخص أرخص أنواع الوقود. كان هنالك محطة حلفة القديمة على أساس أنها دي برضه هتشتغل بالغاز. الغاز المستورد. نعم. لكن طلع إنه الجهة اللي هيستورد منها الغاز هي ذات عندها مشاكل، مشكلة في الغاز. هاي فديل لم يكتمل. الفولة أيضا لم تكتمل. الفولة لم تكتمل يعني تم فيها عمل لكن لم يكتمل. محطات ستيت طبعا. المحطات التوليد المائي هناك أيضا حديث عن مشاكل في التمويل يعني. أنا ضعيف تحدث إلي يعني مصدر يعني ضعيف يعني في مشاكل يعني في التمويل. التوليد المائي لا أنا 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 لا أريد أن أقاطع لكن يعني أنا بفتكر إنه يا دكتور إذا كان في محطة حتى الآن هي يعني ما فيش دعم يعني. أول حاجة شركة هاربر هي ما أدوها باقي قروشة ورفضت تسلم الدراسة نفسها. دراسة الأثر البيئي في خلاف نشأ كهرباء بورسودان في خلاف نشأ بين ولاية البحر الأحمر تنشأ. هي كان يفترض يعني في الورق. أنا ثبت المعلومة لا في دراسات على الورق يعني في الميدان ما ويفترض إنها كان تمول. طبعا أصل العقودات دي بيحصل فيها أخذ ورد كثير النغاش صحيح، لكن النتيجة شنو؟ الناتج شنو؟ إنها لم تبنى وعليه ليس جزء الآن من الشبكة. زي ما بيقولوا معلش هي لم في يعني نحن ما في أسباب، قد تكون في أسباب عديدة يعني. لكن نحن بهمنا الآن كمواطنين هنا إنه هي لم تدخل الشبكة لأنها أصلاً غير موجودة. يعني على الأقل. أيوه. طيب موجودة. أنا أسمح لك. الدراسات ما الناس بيأخذ موجودة فيها يعني. نعم. محمد ماذا؟ يعني أنا أريد أن أقول شيء مهم جداً يعني إنه يعني الحكومة لما تريد أن تنشئ مشروع تنموي حقه هي أول حاجة تعمل دراسة اجتماعية وبيئية
وتشاور المواطنين بيعتبروا ستيك هولدرز في القصة وكده وكلام زي. النازل لما مشي عمل المحطة دي لما تغيرت الفكرة من إنه من غازية لفحم حجري اصطدموا بإنه ولاية البحر الأحمر بتفتك نفسها أنها هي ولاية سياحية والفحم ده حيعمل مشاكل والدخاخين والكلام الذي منه وبالتالي ده حيتناقض مع مصالح أصلا قائمة. يعني هم قالوا إحنا ما بنغامر على مصالح موعودة بمصالح الآن موجودة. و شركة هاربر يعني أنا أجزم لك إنه شركة هاربر لم تسلم الدراسة حتى الدراسة اللي بموجبها حتقوم المحطة. طيب الوضع ده شنو الوضع اللي بيحصل الآن؟ يعني أنا أديك مثال مشروع سيتيت اللي عمل فيه الآن توقف اللي هو كان مفترض يفتتح في يونيو الحالي يونيو الفات يعني قبل شهرين لا وقبله كان في مارس الفات وليه 12 سنة المفروض يفتتح سيتيت ده وسيتيت ده تمويله جه مرتين تمويله جه مرتين مشى وين؟ الله أعلم وهم يعلمون يعني أنا لا الله ورسوله وزارة الكهرباء وزارة الكهرباء وآخرين طبعا يعني في موضوع مهم جدا أنا أحب أن أقوله وأتمنى أنه الدكتور يشاركني فيه النقاش يعني. هل تتخيل أنه يعني في كلام كثير جدا أنه والله يا أخي خلاص نحن حنرجع كهرباء الشرك اللي بمويله صندوق تنمية الشرك وأنه الكهرباء بدك تقوم تعمل يعني زي أنه زي انتظار الإثيوبيين نحن نرجعهم يبنوا السد ويدون الكهرباء الآن صندوق الشرك مضبوط بأمور كثيرة جدا ومعقدة وباتفاقية وبمشاكل بين أهل الاتفاقية وكذا الحاجة الإشكالية الحقيقية إنه إنه وزارة الكهرباء أهملت التوليد الحراري منذ 2011 سنة 2011 وده ثابت بالمستندات أنا سأعود إلى التوليد الحراري لكن أنا داير أجي في سيتيت يعني تأخر أكثر من مرة هل يعني الآن يقال هناك مشاكل في التمويل يعني أنت مقتنع بالمزرعة دي؟ يعني أنا أقول لك شيء فقط مشاكل التمويل؟ أنا يعني مشاكل في التمويل ليه؟ لأنه يتمول قبل كده وتالي يتمول يعني ليه لما نمشي يشيلوا تمويل من الصين ويشيلوا تمويل من الكويت لنفس الغرض أنت حق تفكر يعني أنه بيدعمل كده ليه؟ بعدين في حاجة مهمة جدا ده مشروع واحد سيتي مشروع واحد المطار مثلا المطار دخل كم قرض للتمويل يعني ولكل الحاجات لكن برضو بيجينا ينقلوا من حتة لحتة لما أنا ما أريد أخلط الموضوع لكن أقول لك مسألة مهمة جدا يعني سد مروي عندما خطط ذكر إنه تكلفته حوالي أقل من 2 مليار دولار سد مروي يوم اطلع الكهرباء كان تكلفته 6 مليار وشوية يعني إن نحن لما نقيم الحاجة بالجنيه الماشي لورا ده ممكن نقول الله التكلفة تغيرت تضخم لكن إذا كان أصلا هم قيموا تكلفة الإنشاء بالدولار الدولار ده ينقص سنت يزيد سنت يعني يعني ما يعني ما السبب في إنه زيادة الزيادة دي خلينا أوجه السؤال للدكتور في أمر ثاني آخر مربوط بهذا أنا أوريك يعني أنا ليه كمستهلك للكهرباء أنا بدعم مع الكهرباء كصناعة وكمدخل مهم جدا وعصب الحياة. نعم. فأنت لما تقوم تزيد التكلفة بالصناعة بالصناعة أشياء يعني ما ينبغي أن تكون مسؤول منها المواطن وما ينبغي أنه يضلل حتى فيها يعني. سأعود إليك لكن أنا دار أجيب في زيادة رغم أنه سأعود التفصيل هل تعتقد أن يعني هناك مبالغة في تكاليف مشروعات الكهرباء؟ والله طبعا صعب يعني زولي يعني يجزم اي انها دي مبالغه الا تدرس عندنا رساله الدكتوره قبل شهرين ناقشناها حول التمويل مشروعات سد مروي هاي استخدموا بعض المودلز والجراوند ثيوري مش عارف لكن طبعا ده انت داير تدرس المساله تفصيلا حتى تقول راي انه ده اكثر يعني تحتاج معلومات اضافيه قطع شك طيب انا ارجع لك محمد اداع انا ايضا هنالك الان البعض يحاول يعني تفسير ما يحدث في الكهرباء بنظريه المؤامره يقول ان هناك مراكز قوى في وزاره الكهرباء تحاول اعاقه الوزير الشاب محتاج موسى ويحاول التدليل على ذلك بالتغييرات الاخيره اخفاء مدير اداره السدود محمد الحسن الحضري تعيين جعفر حسن بادي ايضا من قبل إحفاء مدير الكهرباء وتعيين وزير ولائي وتحجيم بعض الرموز السابقة في وزارة الكهرباء هل يعني
يمكن أن نبيع لك هذا السيناريو، سيناريو مؤامرة؟ أنا نهائيا لا أؤمن بنظرية المؤامرة، وبالذات في مسائل واضحة ومكشوفة. يعني يعني الكلام اللي طيب أنا في خلافات داخل الكهرباء، خلينا بالعكس هم يعني ممكن يكون في كباش فداء لبعض الأخطاء الكبيرة جدا والإخفاقات الضخمة، زي عبد العاطي هاشم مثلا. عبد العاطي هاشم ده موضوع آخر يعني. يعني أنا ينبغي إنه يعني تخصص له حلقة لوحده، لأنه عبد العاطي هاشم لما كان رئيس مجلس الإدارة يعني عمل عمال في الكهرباء دي ما في رئيس مجلس الإدارة بيعملها. رئيس مجلس الإدارة مهمته حماية القانون، تنفيذ القانون. هو كان رئيس مجلس الإدارة، كان مدير شؤون مالية وإدارية، كان مدير شؤون مالية وإدارية في السدود، وفي أثناء مرحلة التأسيس جاء مدير شؤون مالية وإدارية، وبعد ذلك بقى رئيس مجلس الإدارة. وهو الذي خرج من الوزارة، هو لم يخرج. عندما موضوع أنا أكمل لي، السيد عبد العاطي هاشم هو كان بيمارس العمل اليومي التنفيذي ويتدخل في كل حاجة، والمدير العام وغيره من المسؤولين هم عبارة عن موظفين عنده. الناس دي استغلوا حاجة خطيرة جدا، إنه الشركات دي اتسجلت بموجب قانون الشركات 25. مجالس الإدارات ورؤساء مجالس الإدارات اتعاملوا مع الناس الآخرين دي باعتبارهم هم زي شغال في الشركة بتاعتك، ترفض وتعين وتحب هذا وتستلطف هذا لكن اجمالا الحصل شنو؟ الحصل انه الطوفان الجاي من السدود بعد دمج السدود مع الوزاره، كل الادارات العليا طفر الكهرباء. يس، الطوفان السدود طفى الكهرباء، كل الوظائف العليا مسكوها ناس السدود. مش كده يعني، المهندسين المؤهلين اللي عندهم خبره الان قاعدين في بر هنا، بيجوا الصباح يقروا الجرائد يشربوا الشاي يمشوا حي اسمها الوحدات الانتاجيه، وواحدين وزعوهم في مصانع غير غير شغاله. اللي بيديروا الكهرباء الان ناس اول حاجه ما مؤهلين علميا. يعني اساسا هم ما اديك مثال، هل تتخيل انه مدير المكتب التنفيذي للسدود تربيه انجليزي، متخرج تربيه انجليزي، المطلوب للوظيفه دي بكالوريوس علوم اداريه او اداره اعمال، سكرتير لحد الان 15 سنه، الراجل ده تربيه انجليزي خبرته سنتين، مدير اداره الموارد البشريه بكالوريوس لغه عربيه. يعني هل تتخيل انه زول عنده لغه عربيه يبقى مدير اداره؟ رئيس قسم المخازن، رئيس قسم المخازن بكالوريوس هندسه زراعيه. مدير الاداره العامه للموارد البشريه والماليه والاداريه والامداد، المطلوب انه يكون تخصص اداره اعمال، ويفضل من له دراسات عليا واقل شيء خبره 20 سنه. الماسكه بكالوريوس هندسه ميكانيكا يدعين في السدود سنه 2006 ولا يوجد ما يفيد الخبرات السابقه. ده غير انه ده من القيادات، لا اديك دبلوم ديكور ده وظيفه عليا، دبلوم مساحه، دبلوم المساحه ده كان الرجل الثاني في الكهرباء بيعمل كل شيء. اذا الحديث عن هرجع الكلام دكتور عثمان البدري. نعم. استاذ محمد لاعب بيعتقد انه هنالك يعني عدم مواءمه بين الكفاءات والمناصب التي يشغلونها، هل بالضروره يعني المنصب في 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 وزاره او المنصب الفني ده لديه يعني ضوابط معينه تحدد لشغل المنصب؟ والله طبعا يعني اي مهمه لا بد ان تحدد المهمه تفصيلا، ويحدد الجوب ديسكريبشن مع مقابله الجوب كواليفيكيشن. دي يعني عندنا لما نجي نحلل او نعمل هيكل وظيفي والإداري لاي مؤسسة. انا كنت وكيل سابق، انا لا انا كنت اساسا شغالي في الاداره، يعني في الاكاديميه السودان للعلوم الاداريه يعني. فلا بد من الوصف ان ينطبق مع متطلبات الوظيفه. اي لكن طبعا فيه مرونه، يعني انت كلما يكون الوظيفه ادنى بتهتم بالجانب المقدره التشغيليه او التنفيذيه فيها، والعكس صحيح، كلما يمشي لاعلى مع اداء بتهتم بالمقدرة على التخطيط والمتابعة والقيادة لأنه بينتقل من التنفيذ إلى القيادة. القيادة دائرة مؤهلات
أكثر من التنفيذ طيب. بس يعني يعني نفس الكلام اللي قال لما أقول لك دبلوم مساحة أو طيب. ديكور أو أنا المعلومات دي. أنا أحب أن الدكتور يعني أنا ما دار ألغي وجهة نظره لكن أنا دار إذا سمح لي بتصحيح يعني الخبرة في الأدنى والأعلى ضمن إطار متطلبات شغل الوظيفة وليس خارجها يعني ما ممكن يكون مدير المكتب التنفيذي هو تربية إنجليزي يعني هو عايز يترجم يعني حاجاته كده أو يكون مدير تخيل الذي يدير الموارد العامة والبشرية والمالية والإدارية هو هندسة ميكانيك أو المخازن كلها خريج زراعة يعني أنا أفتكر إنه في مؤهلات شخصية أحيانا في بعض الوظائف يعني هذا وهم هذا وهم لكن هذا لكن وهم دي خارج لا تلغي لا تلغي لا تلغي يعني الخصائص الشخصية أنا لا تلغي المؤهلات نهائيا يعني انت نضيف لها وتصقلها ايوه يعني يبقى الجزء الاساسي المؤهلات بعد التميز في شخص بيكون مؤهل فنيا جدا لكن ما عنده المقدره القياديه عشان يقود مؤسسه واديك مثال فورد شركه فورد حصل فيها مشكله كبيره جدا جدا وكان رئيس مجلس الاداره هو مستر فورد جونيور اللي هو حفيد فورد حقته الشركة فمجلس الإدارة قال يا حاج انت لو استمريت رئيس لمجلس الإدارة يعني في الأدب الأمريكي والإنجليزي والأوروبي رئيس مجلس الإدارة هو الزول الأول يعني الرئيس هاي الشركة دي حتضيع وحتضيع عليك انت نحن مع أعضاء مجلس إدارة طبعا هناك مجلس الإدارة بيختار بمواصفات وعنده عقد وكل زول عنده مهمة كل عضو في مجلس الإدارة عنده مهمة إنه يرعى العلاقات الدولية ده يرعى الفاينانس ده يرعى الماركتينج كده فقال حتضيع الشركة دي لازم أنت ترجع ل يعني الحاجة اللي أنت متميز فيها اللي هي التصميم اللي ترجع أنت رئيس إدارة التصميم طيب تجيبه منه قال في يعني الدكتور روبرت ماكنمارا ها أستاذ الإدارة في مدرسة الحكومة في جامعة هارفارد اللي هي دي فيها يعني هنري كيسنجر لا زال قاعد في وعمره 94 سنة قاعد في مكتبه في المدرسة دي يعني كينيدي سكول أوف جوفرمنت ومعه شباب كده فجابه بقى رئيس مجلس إدارة شركة فورد وأنغص شركة فورد والنتيجة إنه في الأزمة الاقتصادية الأخيرة دي كل شركات السيارات الكبيرة والبنوك الكبيرة اضطرت تأخذ دعم من الحكومة الأمريكية مقابل أسهمها بالعقد ما عدا شركة فورد يعني أنا عندي تعرض على المعلومة لكن يعني ليست لا لا أنا كنت أحب إنه نحن ففق يعني لا صحيح يعني ده نبدأ جيد تفضل محمد سعود إليك أنا في نقطة مهمة لا بد أن أقف عندها لأن الدكتور متأكد عنده المعلومة يعني الحديث عن 5000 و3000 يعني أنا لا ألوم لا ألوم السيد النائب الأول لأنه هو يعني بيكون ملكوه المزالة دي من خلال تنوير أو من خلال مستند الكلام ده غير صحيح احتياج السودان الليلة ده من اللحظة دي احتياج السودان للقطاع السكني والتجاري والصناعي والزراعي 13,000 ميجاوات 13,000 وليس 5,000 والمتوفر يعني حاليا دي طاقة قبل ما قلت 40% 40% ما بيجي مع الرقم ده 13,000 و3,000 لا 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 أنا بتكلم عن ناو الآن يعني الآن احتياجنا الليلة احتياجنا الليلة نحن 13,000 ميجاوات احتياجنا كان في سنة 2009 كان 10,000 ميجاوات حصل يعني بيعني إذا دوك كهرباء تسد لا أنا ما دل سد النهضة دي كلها ما حتكفيك ما بتعمل أي حاجة اللي دوك كلها دي ما بيعمل حاجة سنة 2009 في لجنة يتكونت من وزارة الصناعة ووزارة الاستثمار وكل وزارة المالية وكل الوزارات ذات الصلة ومعها وزارة الكهرباء وقعدوا عملوا دراسة الدراسة دي جابوها البرلمان أجاز البرلمان البرلمان في سنة 2009 قال احتياج السودان من الكهرباء 10,000 ميجاوات إذا الكلام الآن عن إنه يعني 5 يعني ده كلام ما صحيح يعني حتى الكلام اللي خرج به السيد الوزير بعد مقابلته مع سيد رئيس الجمهورية ما تكلم عن 5
طيب. يعني أتكلم عن حياة نووية يعني النووية مشاريع يعني إذا كان نحو قدي 5000 أعمل محطات نووية عشان أعمل إيه يعني وأعمل حرارية عشان أعمل إيه. طيب طيب أنا داير أجي برضو عشان مضى تقريبا نصف الزمن. دكتور عثمان البدري الآن يعني في حديث عن تكلفة الكهرباء يعني بدأ هنا محمد جزاعة، هل تعتقد أن تكلفة الكهرباء الآن عالية في السودان يعني من ناحية التوليد الحراري ولا مناسبة يعني من ناحية معايير عالمية؟ أنا أديك أعلى وأرخص كهرباء. أرخص كهرباء في الكويت اللي هي حوالي سنت واحد. أرخص كهرباء من يعني إنتاج ولا لا ولا بيع للمستهلك يعني المستهلك بسنت واحد. نعم سنت واحد المتر يعني بمعنى أي كيلو وات بسنت أي الكيلو وات المتر عندنا اللغة العامية. أي ده من سنة 66 سنت واحد أي من سنة 66 أعلاها في بعض الجزر في المحيط الهادئ وكده لأنه دي تكلفة ترحيل الوقود عالية جدا وهي جزر صغيرة يعني لا يحتد بها. في ألمانيا والدنمارك عالي شوية أيوة تصل حوالي 39-41 سنت للكيلوات لكن دي طبعا نصها ضرائب أيوة في ضريبة عالية وغيره وغيره. طيب في الولايات المتحدة حوالي برضه تختلف يعني صحيح من ولاية لولاية من ولاية لولاية لكن عموما حوالي 12 في الولايات الجنوبية لأنه عملوا فيها التينيسي فالي أوثوريتي واللي دي هيئة حكومية عملوها بعد الحرب العالمية الثانية روزفلت ولدت الكهرباء والصرف المصارف وغيره وغيره للتنمية للولايات اللي كانت متخلفة شوية تنسي بالي وثلاث دي أرخص حاجة حوالي 8 طيب في الإغليم هنا يعني طيب مصر السعودية في الإغليم أثيوبيا مصر حوالي ما أنا ممكن أديك العالم كله لا يعني هاي بس عشان إحنا وين مصر كانت قرشين ونص للكيلوات نحن 15 قرش لا من 0 لـ40 40 قرش لـ40 كيلو واط دي أيوة. بقرشين ونص ايوه لحد 320 كيلو واط دي 5 قروش مقترح انه يرفعوها في حديث عن 11 قرش اثيوبيا اقل شويه الهند والصين ديل 8 سنت 8 سنت اللي هي بقروشنا حوالي 50 تقريبا يعني لو 10 سنتات نعم نحن مشكلتنا لكن هنا التسعير بتاعنا مشكلتنا ما في مشكلتنا في تدني مش في انها غاليه لو تقارنها بالعالم ما غاليه لكن تدني قيمه الجنيه السوداني وتآكله دي المشكله الرئيسيه يعني إذا ما حلينا دي يعني لما ثبتنا الجنيه إذا ما رفعت قيمة الجنيه أو ثبتنا على الأقل لا تثبت دي ما بتحل المشكلة أنا إذا ما رفعت قيمة الجنيه بأنك صنعت وقفت صادرات الخام وخليت تتصنع وتتصدر ذلك موضوع سنعود إليه محمد ما الأزعار يعني أنا يعني نحن نقول قال زي 50 لا ما انا 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 ده الادنى الادنى 15 الادنى الادنى عندنا 15 هو تكلم بطريقه اكاديميه يحترمها اي يعني اي شخص يعني ومؤكد انه هو يتحدث عن ذات حقيقة لكن في جانب اخر لابد ان يتم ايضاحه يعني المصريين الاسد ان يزيدوا الكهرباء ل 11 قرش يعني تخيل ان هم بيدعموا المواطن في كم حاجه انا حسبت الليل لقيت انه جمله يعني اول حاجه 11 قرش دي جنيههم تقريبا زي جنيهنا تقريبا انا لقيت انه الحكومه المصريه بتدعم المواطن المصري في 37 حاجه ابداها من التعليم والعلاج والتامين الصحي كويس ودعم الزراعه ودعم الصناعه والسكن الرخيص
انا عندي احصائيه ان الحكومه المصريه تدعم المواطن المصري في 37 بند. لكن خلينا نجي في الكهرباء يعني. خلينا نجي طيب في الكهرباء. في الكهرباء حتى لو بقى 11 قريش يعني لا يقارن يعني كم متر كم يعني، لانه الدكتور قال لك في ال 40 كيلو. لا لا الرينج ما هو لحد 320 11 هي 300 لا يعني ال 40 كيلو افضل حاله الاولى ال 40 كيلو الاولى بقرشين ونص يعني ولا نثينج يعني. صحيح. لكن لما هو سالك 430 ب 11 قرش اقل من تقريبا نصف القيمه بتاعتنا. نحن هنا في كلام عن 200 كيلوات بمبلغ معين يعني. هناك 400 وشويه. مع العلم انه ليه المصريين حددوها ب 400 وشويه؟ نحن ايضا اجتهدنا هنا انه في السودان الحد الادنى للاسره الفقيره 460 كيلو واط. يعني اسره فقيره يعني عنده يعني اسره فيها اطفال في اوضه يعني ناس حينوموا في اوضه في مطبخ فيه لمبه في غرفه فيها لمبه الحوش فيه لمبه وفي توصل 400 معقول؟ لا دي كثير ثلاجه كثير. لا في ثلاجه انا كمل الكلام كويس كمل الكلام. في ثلاجه واحده في مكيف مويه واحد مكيف المويه العادي ده لاسره فقيره تحدد عن اسره فقيره نعم يعني تخيل انت عندك اطفال ماشيين يذاكروا عشان ينجحوا يقعدوا في الحر اللي انت شايفه هسه ده يعني يطلعوا شنو ديل يعني فانا افتكر ده متطلب طيب كويس أنا عشان ارجع معاك في الحد الادنى دكتور عثمان هل 400 كيلو واط او 400 متر هي يعني حزمة مناسبة للأسرة الفقيرة ولا كثيرة؟ لا كثيرة يعني كثيرة. إلا أنها دي أكثر من الاستهلاك العادي لكن طبعا الأسرة الفقيرة ذات في الريف مختلفة من المدن يعني الريف ده ما بيقعد يعني 200 متر بيقعد في الحوش ال 200 متر في الحوش وهذا لازم يرقد ال 200 متر دي كافية للأسرة الفقيرة؟ ما يعني ما بتقدر تقول تقريبا كافية لكن هي الحد يمكن تكون الحد الأدنى لا الناس ما احتياجاتهم الناس احتياجاتهم زايدة يعني دخل المكيفات وأجهزة ال نتكلم عن أسرة فقيرة يعني ممكن يعني أنا أسرة فقيرة وأسرة متوسطة يعني 200 متر معقول أقل من احتياجاتها كم يعني تتوقع أنه كم يعني المتوسط المفروض يكون كم يعني والله ده مفروض 320 زي المصري يعني حوالي 300 لكن دكتور اسمح لي بالآن لكن ما عندنا قاعدة على الأقل أنا ما عندي قاعدة إحصائية كنت بتوقع انه يكون طيب ده خلينا نعرف من الاسره الفقيره من يعني الاسره الفقيره ذات يعني يورينا قطع شاشه تلفزيون في نقطه الاسره الفقيره عندها قطع شاشه تلفزيون قطع شاشه عندهم ثلاجه لمبه لكن المراوح دي بقى انا اعتقد تنقلنا للاسره المتوسطه يعني المراوح المكيفات المكيفات عفوا المكيفات يعني المراوح في الاسره الفقيره لكن المكيفات الاسره متوسطه الدخل لا ربما لا انا ما يعني اخي الاسره الفقيره دي مش المعدمة يعني الفقر ده عنده تعريف في الزكاة في الشرع وعنده تعريف في البنك الدولي وعنده تعريف في الأمم المتحدة الفقر ده عنده معايير بتقاس بيها يعني ما بتيجي تقلع عن مراحل تمرق انت تقول ده الفقر ما عنده مراحل وكل الكلام ده الآن في منطق بيقول نحن لما ندعم إذا جاز التعبير ندعم سعر الكهرباء أو نبيع سعر الكهرباء بسعر مخفض هو يا دعم لا نحن حكايات إنه ليس هكذا وترفع سعر الكهرباء ده نحن عندنا دائم بنقول ده البحث عن العوامل الخارجية السهلة انت ليه داير تلجأ للزياده الزياده الان لو لانه تكلفه عاليه دقيقه يا سيد الفاضل لو زدتها انت افترضت فرضيه غير صحيحه يا استاذ لو زدتها 500% الان مش 100% انت ما حتحل المشكله ما حتولد لانه انت ما حتزيد ايراد النيل دقيقه لو رصيت ممكن لو رصيت البحر ده من مروي ل بحيره تانا قروش ما حينزل يعني نزل في زيادة التوليد أكثر من لا 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 لا, 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 لا حتى أنت أبحث يعني جوا وين عوامل وين عوامل أنت ممكن ترفع بها الكفاءة الداخلية في الإدارة وفي الموارد البشرية وفي شغلك يعني لابد أن احنا ننظر يا أخواننا دائما للداخل وين نرفع الكفاءة بتاعتنا دي نحن في كثير من الأحيان قاعدين نتجاهلها نلجأ للعامل الخارجي اللي هو زيد القرار الساهل الفئة اللي هو أرفد الناس لابد لا تنظر لجوه
أولا طيب أولا الكفاءة يعني الكفاءة لا 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 الكفاءة أنا أول حاجة دار وخفض التكلفة الداخلية في نقطة لابد من إيضاحها. نعم نقطة لابد من إيضاحها وأنا أرجو أنك ما تقاطعني لو سمحت. أول حاجة في في افتراء حصل في الموضوع ده موضوع ال 200 كيلو واط إنه نحن ما بندي الأغنياء وندي الفقراء وال 200 دي حقت الفقراء. ال 200 دي أي زول بيشتريها الفقير والغني مش يجيب في الشباك بياخد الميتين المدعومه دي. والكلام عن بالطريقه دي يعني فيه استهبال انا افتكر يعني ما في حاجه اسمها 200 دي حقت الفقراء. الفقراء الاغنياء والحكومه والدستوريين وكلهم مستفيدين من ال 200 الاولى حقت الفقراء. يعني تقترح يزيدوها؟ لا انا اتكلم انا ما بقول انه يزيدوها. يا اخي انتوا بتتكلموا قسمتوا المجتمع لاغنياء ولا فقراء؟ زمان كان مسلمين وكفار ومش عارف مين يعني كل مره في تكفير خلينا المجتمع كويس. نعم يعني كل مره قسمتوا اغنياء وفقراء. طيب لبسوا لنا الاغنياء ديل بطاقات ذكيه يمشوا يشتروا بها الكهرباء. خلوا الفقراء ديل الله ليهم الله. لكن انت ما ممكن تدعي وتقول انا بدعم الفقراء وانت دعم البلد كلها. يعني مقترحك شنو يا محمد في الحته دي تحديدا؟ يعني أنا من 200 متر لا لا 200 كيلو دي لا لا الكهرباء دي كما قال الدكتور لو لقيت ادارات كفؤه ونزيهه تربح وتورد لوزاره الماليه تورد للشعب المسكين ده ما فاض عنها ليه اقول لك اصلا انه الكهرباء دي خسرانه هو كذبه كبيره جدا. انا قدامي الان حسابات تقارير المراجعين كويس المراجع العام في كل مره بيخاطب ناس الكهرباء بيقول لهم يا اخواننا انتوا بتعيدوا تقييم الاصول. بيعيدوا تقييم الاصول معناها عايزين يرفعوا قيمه الاصول معناها عايزين يرفعوا الاهلاك. الشيء الغريب جدا هم بيضيفوا الاهلاك للتكلفه وده ما في العالم كله لا يضاف اهلاك للتزعيره. الكلام ده ما في. يقوموا يعملوا مشروعات يبنوا سد مروي يدفعون ثمنه المشروعات اللي قامت دي مشروعات التنميه يدفع المواطن. الكلام ده ما موجود في اي حته في العالم الا هنا. ما كده ناس الكهرباء ديل انت كمواطن عايز توصل تجيب المحول وتجيب الكيبل العداد حقه والعداد وبيقروشك انت اول ما تدخلوك الكهرباء فيه جوا لو ما تنازلت منه يشيلوا طوال يضيفوه لراس ماله ويجي يهلكوه يرفعوا به تكلفه الكهرباء. الدراسه اللي اتعملت سنه 2009 واللي طلع سنة 2010 بدأت 2009 وانتهت 2010 واللي طلعت انه الكهرباء دي تكلفتها 9 قروش او 10 قروش حرارة على غير كله ده وجدها ب 15 قروش متوسط يعني لا ما هي كده هم اقترحوا انه تتباع ب 11 قروش لا لا الان يعني الصديق لا انا بحكي لك زمان لما طلعت التكلفة سنة 2010 10 قروش ناس وزارة المالية قالوا تتباع ب 11 قرش ناس السدود قالوا لا تتباع ب 37 قرش 37 قرش كويس. المهم في الآخر الناس وصلوا ليه بعد اتفاق الوسط. بالمناسبة وزارة المالية اتبرأت بخطاب رسمي لوجهاته لوزارة الكهرباء اتبرأت من الكلام ده. الكلام ده كان يوم 7/1/2010 قالت نحن شاركنا في إقرار التعريفة اللي هي 10 قروش وما مستعدين أصلا نقبل أي كلام تاني وهم شاركوا في إعداد. طيب الكهرباء خسرانة ليه؟ خسرانة ده سؤال مهم. خسرانة ليه؟ خسرانة لأن الكهرباء دي بيهلكوا ليها سنويا 390 مليار جنيه جديد. ده إهلاك بس إهلاك فقط يعني في مبالغة في الإهلاك مش مبالغ أصلا غير قانوني وغير صحيح. وأي محاسب محترم يجي يشوف الكلام ده المفروض يأخذ عليه كروس ويرمي في السلة يقول له يمشي يجيب بيت خبرة عشان ما يعمل الكلام ده. ده كلام فيه تجاوز للقانون وتجاوز لقانون الضرائب وفيه تضليل للحكومة وابتزاز ليه عشان تدفع لأنه مصلحتهم شنو يعني؟ يعني اذا انت انا خليني اوجه الدكتور مصلحتنا الان مصلحتنا هذه يعني شركه لماذا تصير انها تكون خاسره؟ لا لا انا كمل النقطه دي. اول حاجه كل محطات الكهرباء دي مبنيه في ارض حكوميه بس الكهرباء ما دفعوا جنيه والناس اللي ورثوا مباني الشركات دي ورثت مباني ورثت اصول وورثت قروض مسدده. بس سؤال لماذا ليه بيعملوا كذا؟ ليه يعني هم يطلعوا خسرانين؟ يعني اي زول في مؤسسه العكس ممكن يحاول يبرز انه مؤسسه رابحه يعني لماذا هم ما خسرانين؟ هم بيصفروا هم بيصفروا ليه؟ والله هم بيصرفوا في امور اخرى
امور اخرى. ايضا هناك حديث دكتور عثمان اقول لك الامور الاداري. انا برجع للامور الاخرى، في الامور الاخرى دي شويه برجع لك. بس الصرف الاداري، هل تعتقد الصرف الاداري عالي في الكهرباء؟ وجي 6 شركات، 6 مجالس ادارات، 6 مدراء، هل ده ممكن يكون ايضا من اسباب زياده التكلفه؟ والله شوف، يعني انت لما تقول داير تزيد التعرفه، داير تزيد اللي عشان تمشي وين؟ بديت الكلام ده كبير، التعرفه تمشي وين؟ ها؟ وتديني بريك داون للعناصر التكلفه دي، شو كم مشى للصرف الاداري، كم مشى للوقود، طبعا هو حاجه هامه جدا، كم مشى للمصاريف الاخرى، الصيانه، الشيء المرتبط بال، وكيف انت الوقود ذاته، المشتريات دي ما عندها تكنيك انت ممكن توفر صحيح كثير جدا من مشترياتك. نعم. ايوه الـ الـ الصرف الاداري. ليه نحن الان بنلجا للصرف الاداري؟ كلما جهه زادت المصاريف او الرسوم بتاعتها تلقى مشوا جددوا اسطول العربات. نعم. جددوا فرش المكاتب. صرف اداري جددوا، يعني اللي هو غير ذي ليس له صلة بالعمل الإنتاجي، ولا عدمه لا يعوقه، ووجوده لا يزيده. يعني نحن لابد نمشي للكفاءة. أنا دارت سؤال، لأنه في المكاتب دي في جهات الآن كثيرة جدا، مثلا زي البريتش إيرويز بنت مبنى ما فيه مكاتب لأي زول، رئيس مجلس الإدارة ما عنده مكتب، صالة للموظفين. يعني أنت عندك ايبادز وعندك تلفونات ذكية وعندك ممكن تدير، يعني تقريبا إذا في الحكومة الإلكترونية ممكن تدير from anywhere في أي وقت. زمان المكان بالذات يعني لا مكان ولا زمان ولا، وده إذا ما خفض التكلفة نستفيد منه شنو التقانية. أنا دار أكد لكلام الدكتور كالآتي. اللي أنتوا تحالفتوا ضد الكهرباء انت والدكتور. لا الكهرباء ما عندها صليح بالمناسبه، احنا ماشيين نحو احنا كلام كلامي مني. يعني انا نرفع، انا بدي اقول لك حاجه يا استاذ الظافر، مؤسسات الدوله انا الكلام ده، انا عندي سؤال لك. الكلام ده انا كلام، انا انجينير، انا زول مختص اداره هندسيه، انا بتكلم بمهنيه عاليه جدا، كلامي ده لا فيه اي جانب ولا فيه اي ظلال. انا بتكلم من ورق ومستندات عاملينها ناس الكهرباء ذاتهم، يعني ولا الفناها ولا اي حاجه. أنا دار أكد كلام الدكتور في موضوع كيف الناس اللي بيخسروا أو يدعوا الخسارة. الناس اللي يا دكتور عندهم أساسات ب 48 مليار جنيه بالجديد، يعني أعلى من ميزانية حكومة السودان البالغة 37 مليار وشوية. أساسات ده في ميزانيتهم موجود، الميزانية اللي عملوها هي ميزانيتهم، ما بتخش ميزانية الدولة؟ ما بتخش، دي دولة براها يا أخي، الكهرباء دي دولة براها كويس، ولا عندهم علاقه بالدوله ولا ورنك خمسار. هسه هم المليارات اللي بتكلم لك عنها دي يعني قاعد تخش خزينه الدوله وتخشها كيف؟ عندهم ورقه الصغيره دي بتاعت ماكينه النقود دي تيجي تدفع، بيدوك ورقه زي دي بيدبسوها لك، ما في ايصال رسمي ولا عنده نمره ولا اي حاجه، هو ايصال الريفرنس الوحيد بتاعه المكنه بتاعت عد النقود، اللي هو السيستم لو ينهار وقاعد يحصل كثير طبعا ما بتلقى اي معلومات اخرى عن الشغلانيه. طيب العربات، رغم انه الكهرباء اخذت قرار قبل كده وتخلصت من كل العربات، بالرغم من كده يملكون عربات قيمتها 30 مليار جنيه جديد كويس. المكيفات، يعني لاحظ الناس اللي كهربتنا دي مستهلكينها هم براهم. المكيفات مكاتب الكهرباء في كل السودان اللي هي عددها كثير كم هناك، عندهم مكيفات فقط وسبليت وخلافه 2 مليار و500 الف جنيه بالجديد. 2 مليار ونص؟ يس. يعني هم الناس لما يمشوا مظاهر بيمشوا يعتصموا في مكاتب الكهرباء. يمشي يعني انا اقول شنو يا اخواننا؟ ناس الكهرباء تقطع في المكاتب دي بالمناسبه؟ يعني انا دوت نو لكن محتمل يعني. لكن في مكاتب فيها كهرباء وما بتغذي المناطق التابعه عليها. زي ما شفت في الواتساب وكده. انا دار اقول لك الاتي، انه ناس الكهرباء بيهمونا نحن انه القصه دي خسرانه ولازم الدوله تدعم والدوله تجيب في القرى. انا حقيقه دار الدوله اليوم تيجي تورينا دعمت الكهرباء دي كيف.
أنا والله أنا كنت داير. لكن الناس ديل بيشتغلوا شغل ضخم جدا. يا أخي الكهرباء دي آخر مؤسسات القطاع العام انفضلت منهارت حتى الآن، وهي على وشك إنها يعني بطريقة حتنهار. الناس ديل بيبيعوا قروش ضخمة جدا، وهو استثمار كبير جدا بالتريليونات. يعني الكهرباء، الكهرباء ومؤسساتها حكاية بتاعت 4 تريليون جنيه. الناس اللي بيشتغلوا الشغل ده يا ظافر وبيصرفوا عليه رقبتهم، مكيفات وعربات ونسريات وسفر. يا أخي أقول لك كلام ونسبتها، أحد المسؤولين في الكهرباء في الشهر بيسافر خارج السودان 2 مرات تدور يعني عشان نعمل شيء. أنت ستتكلم عنه والله بالعباد نعمل إدارة وكذا. يا أخي أنت مسافر ليه؟ ماشي يدربوه معقول المسؤول الكبير؟ الآن كل الترانس أكشن كل الكوميونيكيشن ممكن تتعامل بالنت، يشتري ويبيع ويورد ويعمل أي حاجة، بيسافر ليه شنو؟ تلمي والريوز اللي مش ليه. ده نموذج واحد. عشرات الناس، يا أخي أنا أقول لك كلام، الناس ديل مهما أظن الحلقة اللي تكفينا الناس ديل بيصرفوا قروش خرافية. أديك نموذج بالمستندات، متوسط صرف العربية في الكهرباء، العربية اللي قلناها دي متوسط صرفها من البنزين يوميا بالإضافة لعربات الطوارئ وكل العربات والعربات المؤجرة وكل العربات الشغالة في الكهرباء، متوسط صرف العربية اليوم من البنزين 40 جالون. يعني هي توربينة هي بتولد كهرباء يعني 40 جالون بنزين في اليوم. يعني معلومات لو كان تتكرر معنا كان مستحيل. لا يا هدى موجود يعني ده إلا ولا دوزر كبير توربينة بتاع ولا حفار ولا يعني أنا معلومات على العموم نحن نلقيها في وجهة لكن أنا بعتقد أنه يعني ما أتوقع أنه ده يكون صحيح. وإذا صحيح دي 40 جالون كثير يعني دي لا كثير. تفضل يا دكتور. لا دي لا صحيح. أنا والله أعتقد أنا يعني حتى لو اشتغلت 24 ساعة أصلا يعني. ما بقى وإذا ده حاصل إذا 20 إذا 10 كثير دي كارثة. وأنا شخصيا ابتداء لا أرى إنه الحكومة تدي موظف عربية. انتهى الوقت المخصص للبرنامج، لكن انا يعني عندك انت معلومات عن سد النهضة، هل ممكن يحل مشكلتنا في الكهرباء؟ سد النهضة كان يعني اصلا انا اديك فكرة عن السدود. ما لدينا دقيقتين بس يعني عن السدود. لا دقيقتين يعني لا ممكن سد زمان النهضة. المخطط ليس سد النهضة، سد بحيرة تانا وتعلية خزان سنار دي سنة 37 واعتمدت ميزانيته، وسد أدنى نهر عطبرة، وسد الشريك عشان القطارات تمشي بالكهرباء والسودان عطبرة. ده قالوا لنا بروفيسور بول هانيكا، كان أستاذ في كلية الهندسة مدرس الاقتصاد. أخطر ما في سد النهضة إنه كان كان المفترض إنه يملأ على 15 سنة، لأن أثيوبيا ليس لها هذه الحاجة. يعني ما عندها يعني ما بلد متقدم عشان تستهلك هذه الكهرباء ولا هذه المياه. لكن يعني عايز الكهرباء علينا شنو ببساطة كده. يعني ممكن أنت تستفيد منه، لكن بشرط أنه الفكرة الأولى أنه يملأ الخزان على 15 ده برضو رأي المصريين عشان يعني. ما ياسر عشان ما يأثر طيب على خزانات الداون ستريم. سد النهضة سد النهضة يمثل خطر ليس على الصناعة والزراعة والحياة في السودان، خطر أمني وعديل يعني موضوع خطر جدا. يعني أنت ما ممكن تقول والله أخي أنا ماشي استورد 3000 ميجا وات من برا السودان أجيبها، يعني ده ما سكر ولا دقيق يعني. يعني سلاح حيوية برضه، سلاح حيوية واستراتيجية، وممكن تعرض أن البلد كلها انهيار. يعني ممكن إذا يعني هو ده متاح لنا 3000 دي متاح لنا، هم يتحدثوا عن ذلك. لكن أنا أعتقد أنه يعني الكلام عن سد النهضة هو كويس لنا وحيحل مشاكلنا كان غير صحيح. انتهى غير صحيح بالمرة. أنا اللي بزعجني جدا أنه ليه السيد وزير الكهرباء والوزراء الآخرين متحمسين كده يعني. انتهى الوقت. في شنو؟ انتهى الوقت المخصص لهذا البرنامج. وقبل أن يعني أقول وداعا، سؤال السيد الوزير، إلى أي حد ده سؤال أخير دكتور عثمان البدري الوكيل الأسبق، هل
ندمت؟ يعني انا ده الاجابه بشكل مختلف، هل ندمت على استقالتك من مجلس اداره شركه الاقطان؟ ابدا ابدا. استاذ محمد وداع، سالني احد الاشخاص ان كان مصدر معلومات محمد وداع واوراقه الكثيره من الكهرباء مرتبط بوجود زوجتك في هيئه الكهرباء. طبعا انا زوجتي هي موظفه في مكتب فرعي الشجره. ما رفضوها؟ لا، هم كادوا يرفضوا، هم نقلوها من كم حته لحته، لكن اذا كان زوجتي تستطيع ان تحصل على هذه المستندات يبقى هنا. انا دي معلوماتي. تفضل الكاميرا، ده تقرير المراجع العام. نحن سنعود كويس؟ سنعود في حلقه دي دراسه عملتها وزاره الماليه الموارد يعني المالية. عندك مصدر رفيع. مصدر رفيع في الكهرباء او مصادر. لا، هذه مستندات متاحة لأي شخص، متاحة. أنا بمشي بحصل على ده. دي دراسة متاحة عملها الوزارة. دي ده آخر ملاحظات. بمعنى لم تتضرر زوجتك من ما تنشره عن الكهرباء؟ والله تضررت، لأنهم اعتقدوا أنها هي مصدر المعلومات، وبعد ذاك براهم اكتشفوا أنه هي ما مصدر المعلومات، وبعد ذاك هم طالبوا أنه يعملوا مصالحات، وأنا رفضت المزرعة دي وكتبت فيها رفض المصالحات. ربما تكون العبارة المناسبة لإنهاء هذه الحلقة الرائعة والمتميزة من برنامج الميدان الشرقي. باسمكم جميعا أشكر ضيوف البرنامج دكتور عثمان البدري الخبير الاقتصادي، والأستاذ بجامعة الخرطوم، والمهندس الإداري محمد وداع، والكاتب الصحفي. شكرا جزيلا لمشاهدينا الأكارم. إلى أن يتجدد اللقاء، ليلة هانية وسعيدة. العفو والعافية.